السلام عليكم، انا محمد مدني من السودان، حاليا موجود في مركز استقبال رنك لاجئين قبل بسبب الحرب الموجوده في السودان. اسمي جوكا وضام، انا جنوبيه، كنت في السودان، كنت في جامعه بحري في كليه زراعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي فاطمه عبد الله ابو سكين ادريس، العمر 19 سنه، وبقرا في جامعه افريقيا العالميه كليه التربيه، أساسي لغة عربية، فرع دراسات إسلامية. قبل الحرب أنا عندي بكالوريوس في الآداب، وبدأت شرعت في دراسة ماجستير في العلاقات الدولية، بس بسبب الحرب اضطريت أن أجي المعسكر في جنوب السودان. جينا قاعدين ساكت، ما مشينا للمدرسة لأنه الحرب ده يتأثر مع ناس كلهم، بالأخص طلاب بتام. أتمنى من الجيشان أنه يوقف الحرب ده بأفضل وقت وأسرع، لأنه في ناس اتدمرت، يعني أكثر شيء الشعب مدمر، يعني في ناس ما واصلت التعليم، في ناس ماتوا، في ناس اتشتتوا، في يعني ناس اتفرقوا من أهالي. في المستقبل إن شاء الله، في حال انتقلنا للملجأ، أسعى وأحلم أن أكمل دراسة الماجستير والحصول على عمل إن شاء الله.